بدأت الجامعة العربية بتحسس الخطر التركي الداهم الذي يهدد المصالح والدول العربية، خطر يراه البعض وجوديا بسبب الأيديولوجية التركية القومية العنصرية المتطرفة المستترة بغطاء ديني إرهابي يمهد له تنظيم الإخوان الدولي. وفي آخر ردود الفعل العربية القوية التي ينتظر الكثيرون أن تتحول إلى مرحلة الفعل الحقيقية، أصدرت الجامعة العربية بيانا قويا رافضا للتدخل العسكري التركي في ليبيا وفي الدول العربية، حيث أدانت الجامعة نقل النظام التركي للمرتزقة والإرهابيين وضمهم لميليشيات السراج. وطالبت الجامعة بشكل واضح وجلي تركيا بسحب كل قواتها من الأراضي العربية وخاصة ليبيا. تركيا لم تكن لوحدها هدفا لتصريحات الجامعة العربية القوية، بل أدانت أيضا إيران التي تدعم الميليشيات في اليمن ولبنان وغيرها من الدول. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال أن الجامعة تتابع الوضع في ليبيا بقلق بالغ، وتحدث أبو الغيط عن تنامي حالة من التنمر والعداء من جانب قوى إقليمية حيال منطقتنا العربية، وتصاعد التدخلات في شؤون دولنا العربية خاصة تركيا التي عاثت ميليشياتها وجماعاتها المتطرفة وجيشها في الاعتداء على أراضي العراق وسوريا وليبيا التي انغمست فيها بشكل مباشر، مما يهدد أمن المنطقة والدول العربية والأوروبية. بيان عربي قوي في انتظار تفعيل واتخاذ إجراءات رادعة بحق الأتراك الذين يستفيدون من التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول العربية. فهل يتم تأديب الأتراك اقتصاديا كخطوة أولى رادعة، أم أن التصريحات ستظل حبيسة أدراج الجامعة العربية؟ عطية العبيدي، ليبيا الحدث.